قال ومهما حدث لن نجعل هؤلاء يتوغلون في إثارة الفتنة الطائفية، ولكن أقولها بكل صدق إننا جميعا إخوة مسيحيين ومسلمين، لن نجعل أحد على الوسط أو العالم العربي أجمع. لدينا بعض الشباب الذي ليس لديهم خبرة وليس لديهم قوة في المعرفة، إنهم يسمعون لهذه الأحاديث المهرطقة، الأحاديث المهرتلة. هذا الشخص معاد عليان يقوم بشيء عجيب، وهو أن يأتي بآية من اليمين وإلى الشمال، وأن يأتي بمقتطفات من بعض الكتب وبعض العظات، كلمة من اليمين وكلمة من اليسار. هذا الشخص الذي دائما يحاول إصدار فكر، ومن هؤلاء سيد قطب وغيرهم الذين جعلوا هناك أفكار مسمومة. هذا الشخص الذي يحاول دائما أن يجعل مصر مشققة بأبنائها، ولكن فلنعلم جميعا أننا جميعا نعبد إله واحد، ولنا أب واحد وأم واحدة، أبونا آدم وأمنا حواء. وأقولها بكل صدق، لن أخشى أبدا أيا كان هذه الأشخاص الذين يتلاعبون بأولادنا ورجالنا، ويتلاعبون أيضا بالرجال، وهم لا نقول عنهم جهلة بل رجال بسطاء. نعم، هؤلاء الأشخاص الذين دائما يرسلون فكر مدمر، ولكن دعونا نجعل ونتفهم أن معاذ عليان أسلمت القبطيات، معاذ عليان لو عايزة تشهري إسلامك بسرية تم كلمينا خاص. معلقون ازاي الحكومة سايباه، ده بيعمل فتنة. عسكر في مصر ممنوع مسيحي يدعو لدينه، بينما السلفي واخذ راحته. في الوقت الذي تزداد فيه حوادث أسلمة القبطيات، دعا معاذ عليان الذي لا يتوقف عن الإساءة المسيحية، لن يتوقف، لا يتوقف عن الإساءة المسيحية والهجوم على الأقباط عبر قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي لاعتناق الإسلام. وكتب عبر حسابه على الفيسبوك لو عايز تشهر أو تشهري إسلامك في سرية تامة كلمينا خاص وهنقول لك الخطوات القانونية وفي أمان تام. وربط رواد التواصل بين هذا المنشور وبين اختفاء القبطيات المسيحيات، وخلصوا إلا أنه بذلك يؤكد أنه جزء من جماعة تعمل على أسلمة القبطيات. وأصار منشور عليان سخورية واستياء عدد كبير من الشعب القبطي المسيحي، وأيضا الإخوة المسلمين أو بعض إخوة المسلمين. ونرصد بما يلي بعض التعليقات. الليبرالي أحمد عرفات ياريت ما تنساش تقول لهم على حدة الردة، واني مفيش حرية وامان تام غير بالدخول وبس. سرية تامة دي مش بشوفها غير في اعلانات المنتجات الجنسية. اهم حاجة تبقى بحرية واقتناع، مش بغسيل مخ وزن وعروض واوبر. هو الشيء ده متساب ليه؟ ولا ازدراء اديان ليه؟ بيتعمل الناس معينة بلد غريبة بجد. الكلام او الكام الف لايك دول اللي عند معاذ عليان دول ليهم صوت انتخابي. تخيل يا مؤمن، انا مش عارف الدولة سايباه ازاي. ده
وسلمني على الحرية والعدالة الاجتماعية. ولو رجعت بكلامك هنعمل لك وقفات احتجاجية وتطالب بأختنا المختطوفة. إشهار وسرية بنفس الجملة. هي وصلت لكده كمان مش هتخلص بقى من العتمة ده أبدا. هو يا جماعة إزاي الحكومة سايباه؟ سايبة واحد زي ده والكلام اللي يودي البلد في داهية ويعمل فتنة بين المصريين. الحمد لله عمل له بلوك عشان الأشكال دي كل ما بتاخد رد فعل حتى لو تهزيق بتتبسط. ولماذا السرية التامة والأمان التام؟ وكأن سيب الرد على المسيحية على الرقاب العبادة قليل من المصداقية وقليل من الحياة. ده عملها حرب معانا يا ريس. إشهار في سرية تمت ايه متعارضة مع بعضها كده تبقى عصابة معاذ عليان. ممكن رقم الدليفري ومصاريف الشحن. هو يعرف انه اذا تحدث بشكل صريح عن حد الردة ستأتي النتيجة عكسية عليه. في سرية تامة والوسطاء يمتنعون. تحس انه داخل على الازرز. نفسي اعرف رأي الاستاذ لما مسلم يحب يبدل دينه ايه الخطوات القانونية وهيبقى ايه وضعه ولا دستورنا وانه ايه التغيير. تشهر بسرية تامة الاثنين. وكأن قال الكاتب الليبرالي والباحث سامح عسكر عندما تستهدف مسيحيات تحديدا وتغض الطرف عن الذكور يبقى الهدف مش دعوة ولا دين بل سيطرة وأضعاف. أضافه عبر حسابه على تويتر وعندما تصاحب دعوتك شيطنة وتكفير للمسيحيين يبقى القصد مش هداية ورشد ولكن حرب وسياسة. بيقول مصر لها وضعية خاصة ممنوع فيها المسيحي يدعي دينه وإلا تفتخد رقبته. بينما السلبي وياخد راحته على الآخر. هذه الوضعية خلقتها دولة السادات الإخوانية ولا زالت أثارها باقية إلى اليوم. ماذا تريب يا معاذ يا عريان؟ يا عريان من كل حاجة، يا عريان من الحقيقة، يا عريان من المصداقية. ولكن عايزين نقول شاهد قبطية مسيحية تبحم المدلس معاذ عريان وتكشف أكاذيبه وتفضحه. شنت القبطية جانت هجوم حاد على المدلس معاذ عريان وكشفت أكاذيبه في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل. وقالت جانيت جت رسالة الساعة 6:30 الصبح بها رابط فيديو للمدعو معاذ عريان. وقالت لي مراسلة الفيديو حق عليا علشان انا كنت عاملة فيديو من 1.5 سنة تقريبا عن مشكلة زوجية تخصها وكانت حالة صعبة جدا وهي شبه منهارة والحمد لله مشكلتها اتحلت. وانا طلعت وقلت ان مشكلتها اتحلت وكل واحد يخليه بحاله. ولكن المدلس عليان طالع حاطط الفيديو ويبدو للناس ان انا صاحبة المشكلة وقام بنشره بشكل عجيب وحاطط في اخر 0.5 دقيقة من الفيديو ان دي رسالة جات لي ونحن نعلم ان قليل من يرى الفيديو الاخر عشان نعرف ان راجل كذاب. وشنت جانيت هجوم حاد على المدلس عليان قائلة نعلم اهدافك وانا متأكدة من ان الفلوس حلوة ودايما حاطط مولوني دعموني والتمولات احلى ولقمة العيش والسبوبة بتحكم. انت مركز معانا الاباط ليه؟ هو مفيش مشاكل عند اخواتنا المسلمين؟ مفيش قضايا في المحاكم؟ ليه مركز معانا؟ هل بتحب الاباط؟ اشك. انا لا اقبل ان اتكلم عن تعدد الزوجات او زواج المسيار او زواج المتعة. انا لا اقبل ان اكون عارفة ان زوجي مع ضرتي. في ناس دينها يقبل هذا لكن انا ديني لا يقبل ذلك.
انا ديني بيقول لا على الطلاق، انا حرة وانت حر، خليك في حالك. انت بتصطاد في المية العكرة يا عكر. اي سيدة تحصل معها مشكلة اسرية تقول لها تعالي ديننا مفتوح ليكي. كما انت بتعترف ان اي واحدة بتسيب الدين المسيحي فهي رايحة علشان حب او علاقة او مشكلة عائلية عندها. ما تعرفش ان اللي بتعمل كده بتبقى رخيصة واللي بيستقبلها بيبقى ارخص. ما عنديش اي مشكلة اي حد يختار او اي دين بس عن الطلاق، لكن انت بتطلع تقول نصرة للدين الاسلامي. انت شايف ان ده نصرة للدين؟ انت بتنتصر او تنصر الدين بالستات اللي عندها مشاكل يا رخيص؟ ده المقال اللي بيقول كده. حقيقة كلام محزن القلب، كلام للأسف.